بنرحب بحضرتك معانا. لسه فايزة عبد الرحمن وكيل ضابط القانون الشرعية في سنة طيبة. حضرتك طيب وألف صحة. خليني بقى حضرتك كده نبدأ بقى من أول حاجة. استعدادات المرور شهرا. كل سنة وحضراتكم طيبين وأهلا بيكم. طبعا محافظة الشرقية من المحافظات اللي الحمد لله يمكن في السنوات اللي السابقة تم كان لها بصمة في شهر رمضان ومعارض شهر رمضان. احنا بنيجي على شهر رمضان ان شاء الله بنعمل معارض في مراكز المحافظة كلها، وفي بعض الاماكن اللي هي بتبقى مدنها المدن بتاعتها كبيرة او المركز كبير بنعمل فيه اكتر من معرض. إن شاء الله السلع متوفرة، بنتعامل مع في المعارض بنعرض كل أنواع السلع الغذائية اللي بتهم المواطن في الشهر الكريم، بجانب طبعا عندي الشركة العامة هنا بتوفر لنا لحوم برازيلي، بتوفر لنا دواجن، بتوفر لنا سكر، بتوفر لنا زيت لاستخدام المواطنين. عندنا كمان يمكن حاجة لسه جديدة أول مرة نعرضها عندنا ويمكن هي موجودة دلوقتي، البصل. أنا عندي منافذ الشركة البصل فيها ب 18 جنيه، البصل القديم مش الجديد، فين بقى منافذ دي؟ موجودة في أنحاء المحافظة كلها موجودة، تبع الشركة العامة، منافذ الشركة العامة هي عارضة البصل فيها ب 18 جنيه، كل ده تبع الوزارة بتعرضه. طبعا احنا في السنوات السابقة يمكن حضرتك كنت معانا ان المعارض كان فيها السكر بسعر مناسب جدا للمواطن، كان فيها اللحم البرازيلي والفراخ البرازيلي، كان فيها لحوم سودانية، فيها رز، فيها زيت خليط وزيت بأنواعه كمان مش خليط بس، كل المنتج أو السلع الاستهلاكية اللي بيحتاجها المواطن بتكون موجودة إن شاء الله في المعارض. محافظة الشرقية السلع فيها موجودة الحمد لله متوفرة، مفيش أي قلق. طبعا اللي كانت الفترة اللي فاتت إن فيه سمعنا عن كانت الحمد لله إحنا السكر وصل لكل البيوت، ما كانش فيه قلق خالص في المحافظة من ناحية السكر، في الناس مرتاحة لأن كان متوفر في كل مكان في المحافظة. دلوقتي طبعا السكر زي ما حضراتكم عارفين نزل كمان على البطاقات التموينية، ومع ذلك سكر حر غير السكر التمويني على البطاقة التموينية، مع ذلك وما زلنا بنطرح في الأسواق والمحلات التجارية سكر علشان اللي مش معاه بطاقة يقدر يلاقي السكر بسعر مناسب ليه يقدر يشتري احتياجاته. بالنسبة طبعا من أول قرار دولة رئيس مجلس الوزراء ما نزل إحنا بدأنا نشتغل، بننزل دلوقتي على الكيانات المنتجة لهذه السلعة بحيث إن إحنا بنقول له لازم تكتب لي الحد الأقصى للسلعة على للمستهلك على الفاتورة بتاعتك اللي أنت بتبعتها. طبعا في مهله لغايه 1/3 ان السعر يبقى على العبوه نفسها، بنديه في مهله ليهم ل 1/3. احنا بس مش معنى كده ان ما نبقاش العارض للسلعه ان في سعر للمواطن يعرفه، فاحنا بنقول له لا حط السلعه دلوقتي. احنا نازلين على كل كيانات البيع في محافظه الشرقيه في كل مكان بحيث ان اللي معلق السعر تمام، اما اللي مش معلق بنقول له لا سمحت علق لي. هو الاصل اصلا انه اي سلعه معروضه لازم يكون متعلق سعرها. بنقول له علق السعر سواء بتكتب على العبوه بالقلم في الماستر، بتحط ستيكر، بتحط على رف البيع بتاع السلعه نفسه السعر بتاع المستهلك بحيث ان المواطن وهو داخل يقدر يعرف السلعه دي بكام وده حق صح ولا لا. بالنسبه للسلع الاستراتيجيه طبعا بنقارن بين الفاتوره بتاعت اللي جايه له سعر البيع والبيع اللي هو بيبيع بيه، هل مناسب ليها او لا، لان بيبقى في الفاتوره متحدد سعر اعلى سعر البيع المستهلك محدد، فبنقدر نشوف هل الراجل اللي بيبيع ده بيتجاوز عنها ولا ملتزم بيها. طبعا لما بيكون بيتجاوز فيه مخالفات وحاجات زي كده بنقدر اجراء قانون بنعرف ناخده، لكن لو هو ملتزم بالسعر اللي جاي له في الفاتوره بتاعته هو مش في سعر محدد، لكن في سعر محدد من المنتج للبيع للمستهلك.
دي يعني لازم يكون البائع ملتزم بالسعر ده اللي هو محدده المنتج، مش في تحديد للسعر علشان ما نخلطش بين الاثنين. في طبعا دلوقتي بنتابع المخازن ان في سلع محجوبه ولا معروض، كله كل الاماكن دي احنا شغالين عليها، بنعمل حصر ليها، بنعمل داتا ليهم كلهم علشان يبقى كل ده تحت عينينا وتحت شغلنا ونشوف. طبعا السبع سلع اللي هي المكرونه، رز، سكر، جبنه بيضه، فول معبأ، كل ده تبع السبع سلع. طبعا هو السعر في الاساس ان لازم يكون معروف للمستهلك او معلن عنه في عند البائع لكل السلع، لكن السلع دي بالذات هتبقى فيها خاصيه خاصه ان احنا ايه، ان لازم يكون محدد في الفاتوره الالكترونيه اللي جايه للبياع بالحد الاقصى لبيع للمستهلك، بحيث انه ما يقدرش يتجاوز عن السعر ده. طبعا كمان يعني لازم نسأل حضرتك عن الأمن، إن إحنا شرية من المحافظات الرائدة في زراعة القمح وتوليده، استعدادنا بس لموسم الموسم القمح إن شاء الله. محافظة الشرقية الحمد لله هي أولى محافظات الجمهورية في توريد القمح. طبعا إحنا بيبقى عندنا استعدادات من قبلها، بننزل الشون، بنبتدي نعاين الشون اللي هتشتغل معانا في التوريد، اماكن التوريد كلها. يمكن احنا عندنا بيبقى عندنا اماكن توريد عاليه جدا بتوصل ل 60 اماكن للتوريد القمح، بجانب عندي صوامع، عندي صوامع كبيره، وعندي صوامع من السنه اللي فاتت اشتغلنا على الصوامع الحقليه اللي هي بتاخد اللي هي تعتبر جنب الارض الزراعيه، بتغني عن الشون طبعا لمدى اهميه الصوامع عندنا. عندي حوالي 12 صومعه بتدخل معايا في التوريد. دي الصومعه بتحافظ على القمح من اي حاجه، من الاهدار، من التعرض للعوامل الجويه. يعني الصوامع دي كان كيانات الدوله عاملاها للحفاظ على القمح، ده بجانب الشون قطاع خاص او تبع البنك او تبع شرق الدلتا، بيتعاقدوا طبعا تبع عندي الشركات المسوقه اساسيه، وبيتعاقدوا مع بعض الشون بياخدوها علشان لتوريد القمح، علشان نقرب المكان للمزارع، اقرب مكان ليه، ما ارهقهوش في نقل القمح ويسافروا ان هو يروح لمكان بعيد يورد فيه. فاحنا بنفتح اماكن كتيره للتوريد تصل احيانا ل 60 موقع، علشان اقرب المسافه للمزارع او الفلاح او التاجر او المورد ايا كان، ان انا ما اخليهوش يجهد في نقل القمح لمكان التوريد. طبعا كافي، انا ما عنديش مكان يعتبر في الشرقيه ما فيهوش مخبز، الا بعض الاماكن يمكن المتطرفه شويه يعني، او العدد سكانها قليل يمكن هي اللي مش في، لكن احنا عندنا عدد مخابز مغطي المحافظه 2525 مخبز. طبعا الاول يمكن قبل 1/11 احنا دخلنا في منظومه جديده للتجار، كانت مخالفات التجار قبل 1/11/23 بتبقى كبيره شويه، في تصرف وفي تجميع وفي حاجات كتيرة بنقدر نعرف تلاعب شوية من بعض التجار، ممكن يجيب لنا فواتير اللي هي الشتات مزورة. ممكن دلوقتي الحمد لله بعد ما دخلت النظام الجديد دلوقتي ما بين ربط الشحن بتاع البقال بقى زي المخابز بالظبط، المكنة بيشحن عليها السلعة التموينية بتاعته، بيستهلكها عن طريق البطاقة التموينية اللي بيقدر يعمل استعاضه اوتوماتيك، ما عادش بقى ايه محتاجه حد يلعب فيها ولا يتدخل فيها، لانها اللي بيسمع عنده بيسمع عند في الشركه، بيسمع عندي في المكتب، بيسمع في الصفر. فبقت منظومه متكامله زيها زي المخابز، زي المخابز الشكاره اللي بيستهلكها بتسمع، ما استهلكهاش بدناها رصيد عنده. فدي الحمد لله احنا اشتغلنا عليها من 1/11 شهر 2023، وبكده التحكم او المخالفات اللي بيعملها البقالين الى حد ما قفلت شويه، خلاص الحمد لله. الحاجات اللي كنا بنشوفها
كنا بنشوف طبعا تزوير في الشتات، تزوير في الباتشات اللي بتطلع، يعمل تصرف في البضاعة بتاعته، تجميع، كل الحاجات دي هتقل جدا جدا، وفعلا قلت بسبب ان الحمد لله دلوقتي بقت منظومة متكاملة، ناتج لان الناس ما عندهاش ضمير. يعني هو اللي بيستخدم حاجة منتهية الصلاحية انسان ما عندوش ضمير يعني، ودي موجودة وباستمرار، مش هنقول دلوقتي وقبل كده ما كانتش موجودة، لا 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 لا، طول عمرنا بنمسك الحاجات دي، طول عمرنا طول عمرنا بناخد بعض المصانع بتبقى مش مرخصة، بعض المصانع بتبقى من تحت السلم زي ما بيقولوا، دي بتستخدم منتهية الصلاحية، بتبقى عندها حاجة بتروح تعدم هم يجيبوها، لكن طول عمرنا بنمسك الحاجات دي، طول عمرها موجودة، مش هقول الفترة دي موجودة والفترة اللي فاتت ما كانتش موجودة، لا طول عمرنا كنا بنمسك الحاجات دي. يمكن انا ضبطيات كتيره، سواء لانشون سواء فراخ سواء لحوم، احنا مره مسكنا لحم يمكن في منيا القمح على ما اعتقد من الكرتون، مفرومه عباره عن كرتون وعيش ومسبوغ وفرمينه وعاملينه لحمه مفرومه، فيعني مش دلوقتي الغش او في سلعه منتهيه الصلاحيه او غير صالح للاستخدام الادمي، وقبل كده لا، طول عمرنا بناخد في منتهى الصلاحيه وفي غير صالح للاستخدام الادمي، وبنلاقي في بعض المطاعم برضو بنلاقي فيها، وبعض المحلات المصانع بنلاقي فيها، كل الانواع دي احنا شغالين عليها. طبعا احنا وزارة التموين بتطور مكاتب التموين ومراكز خدمة للمواطنين للبطاقات التموينية، بجانب انها كمان قامت بانشاء مراكز جديدة مش كانت موجودة كتموين، لكن في قرى ما كانش فيها مكتب تموين وعملنا فيها مراكز خدمة، كان عددي 36 دلوقتي وصل ل 38، السنة اللي فاتت اتعمل لي 2 جداد، تم انشاء 2 جداد، يمكن العاشر من رمضان كان من اهم المراكز اللي اتفتحت، العاشر من رمضان مدينه صناعيه كبيره جدا، كل فيها وافدين كتير قوي، فكانوا محتاجين خدمه عاليه، فاتعمل الحمد لله تم افتتاح مركز خدمه واداره ومكتب تموين تاني غير مكتب التموين الاول في العاشر من رمضان، ده كان من اهم الانجازات اللي اتعملت كتطوير تبع وزاره التموين لمراكز خدمة أو للإدارة التموينية. الحمد لله اتعمل لهم، بجانب إن في مركز تاني في فأوس اتعمل طول تطوير، وحاليا ما بنقفش يعني، كل ما بيظهر لنا حاجة أي حتى يقولوا لي القرية دي مش لازم يكون مكتب تموين أطوره كمركز خدمة، لا ممكن ننشئ مركز خدمة من أساسه في مكان ما فيهوش مكتب تموين أصلا، بس اهم حاجه ان يكون المكان متوفر، ان يكون المكان ده محتاج فعلا لمركز خدمه بنقدر نشتغل عليه، والوزاره ما بتتاخرش في تطوير اي مكان.